أولا أنا سعيد جدا بوجودي في أسوان، البلد الشاهدة على الثلاث هويات المصرية والعربية والأفريقية، وأهلا بكم في أسوان مبدئيا، وشكرا لرامي. خليني أبتدي أقول إنه أي شركة ناشئة بتبتدي بفكرة، الفكرة دي بتتحول لملكية فكرية، بتتحول لبحث علمي بيثبت إن الفكرة دي نقدر نطبقها. إنما لو ما فيش operations او تشغيل مظبوط، او الناس اللي شغاله على الفكره ديت لو مش متوفره، الفكره دي مش هتتحول الى حاجه حقيقيه. احنا من خلال منتدى شباب العالم الفكره تحولت الى حقيقه، استطعنا ان احنا نبتدي في تنفيذ الفكره من خلال المنتدى، لانه في تواجدنا في منتدى شباب العالم في 2017 اتعرفنا على كل الريسورسز، يعني كل الناس اللي ساعدتنا في ان احنا نحقق الفكره ديت. الحاجة الثانية انه انت عشان تعمل شركة ناشئة تنجح لازم تكون في شراكة حقيقية بتضمن ان الفكرة دي تكون مستدامة، وبتضمن ان الفكرة دي تكون بتنمو بشكل كبير. الـ WIF Labs في الحالة ديت كانت هي البلاتفورم او اللاب اللي من خلاله قدرنا نعمل الشراكة دي، واختصرنا زمن تنفيذ هذا المشروع من سنة الى 3 أشهر. فالثلاث اشهر بس استطعنا ان احنا ننفذ التجربه الاولى لهذا المشروع. طب معلش يا باشمهندس حسين، بس انا عندي سؤال. لان حضرتك اشرت الى انه فريق العمل اتكون من خلال منتدى شباب العالم، لانه انت عايش في فيينا، هل التقيت بشخصيات اخرى وفريق العمل اتكون من خلال المنتدى بالفعل؟ ده حقيقي، الفكره كانت في دماغنا، احنا مصريين عايشين في الخارج. حضرنا منتدى شباب العالم، قابلنا على سبيل المثال غادة والي اللي سيادة الرئيس كرمها في المنتدى، ومن خلال غادة بدأنا نشتغل. كل الريسورسز أو الشركات اللي اشتغلت على الموضوع ده شركات مصرية قابلناها من خلال برضو المنتدى. الـ WIF Labs بالنسبة لنا كانت محورية في تنفيذ المشروع وإدارته، لانه احنا زي ما قلت اختصرنا المشروع كله او البروتوتايب الاولاني من سنه لثلاث اشهر. طيب نيجي بقى للفكره، يعني اكيد ناس بتسال هي الفكره عباره عن ايه. خلينا نقول الاول انه مواقع التواصل الاجتماعي او التواصل الاجتماعي بشكل عام في الفتره اللي فاتت شهدت يعني حاله من الجدل حوالين خطورتها وحوالين تاثيرها على الناس. فاحنا لما جينا نفكر قلنا ازاي، او كان دايما الفكره دي كانت في دماغي، ازاي نقدر نستفيد من هذه المواقع ومن شبكات التواصل بشكل جيد، نقدر من خلاله نكون محتوى ايجابي، هذا المحتوى يخلق فرصه للناس، بدل ما الناس بتستخدم هذه المواقع فقط في حاجات شخصيه، تستطيع من خلالها ان هي تتوظف، تحصل على وظيفه، تحصل على فرصه، من خلال ان هي بتعبر عن ابداعها وبتعبر عن مواهبها وبتعبر عن قصتها، ان كل واحد فينا عنده قصة بيحاول ان هو يعبر عنها. ومن خلال هذا الموقع اللي احنا انشأناه اللي هو اسمه ستوري ميت، بنقدر ان احنا نستخدم الذكاء الصناعي في توظيف الشباب اللي عندهم مواهب مختلفة بيعبروا عنها بالإبداع.